احنا نبح ما دخلنا قروش الا بمباراتنا ضد بولندا وباقي مباريات هشين ذباب. الحين مباراه المكسيك ضد الارجنتين ولا حد انجانا وراك توش. طيب هد هد خلاص باقي لنا مباراه قدام المكسيك من الحين لين مباراه المكسيك باقي 5 ايام ورانا مصاريف ايجار المتان والشاشه تدرون بس نقفل ازيال لنا. والله انه صادق يا اخي مباراتنا الجايه مع المكسيك وبصراحه انا اخاف نخسر المباراه نص لعيبتنا مصابين. شو انت جايبه غدا؟ لا الحمد لله متغدي. انا تغدين انتم؟ ايه الحمد لله يعني. كلنا متغدين غدا. الماتش ديال المغرب مع بلجيكا داكشي اللي جبت هاد الرايات هادو باش نعطيهم الكفته باش يديرهم في المبيعات. هي ولا ما بي الا هي سلامات فجاه كذا طرطني المغربي شو السالفه؟ يوه نسيت ما علمتكم امي مغربيه. اي وترى اعلنت للمشروع في جروبات خوالي يعني بكره الحضور من الاخر. اجل مهنة تقفيل ديما ديما مغرب. سلامات عرس ذا. المنتخب اللي يرفع الراس فازوا على بلجيكا واكتبوها كتب والعبض مزيان مزيان بالزعب. خير يا ابو عامر اشوفك متحمس المنتخب المغرب بزياده. ابلش يابا فرحه العرب فرحتنا كلنا ولا لا يا نو؟ صح صح اتفق معك. اقول قوم اجيب الشاهي قومي ان شاء الله. اليوم معي صاحب الانجازات والنواميس صاحب النظره الخارقه الحارقه بمجلعه دقدق الرق والحلا الاول وقفها بمنقيه ابو قبلان. هلا والله وسهلا الله حيه. ارحب ارحب. وشام التخطيط والخطط؟ انا ما خططت وانا اخوك احنا طالعين نكشه بالصياد انا والربع تمام وجدت بفضل الله الحمد لله والشكر لله اخذنا المركز الاول. وش لا الثقه يا عمرو يا ابن حلال انا راعي شناح راعي الظهير راعي الضمير راعي الرب وهسلي يا وش ذا يا عم امزح معك امزح انا راعي مخرشوف يا ولد ثقه اوف عليك. وش تواعد جماهيرك؟ اواعدهم بشتات اواعدهم بالمنقيات اواعدهم بالفردي هم يختارون ولا لا يا عيال؟ وين يتحدى وين تلقى الثقه؟ انشر السناب ذا في كل مكان شيروا شيروا وافي اقعد اوف عليك فالك نخبه النخبه يا عامر مشكور يا عريل. والله وصلت راعي منقيات يا ولد عمي عز يا ملال عز يا مهبول عفو عليك انت يا صالح من اليوم ورايح وكيلي. لا لا وقف 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 وش ذا؟ يعني شلون يعني عشان ولد عمك جاي تحط وكيل؟ ايه عشان ولد عمي عندك شيء؟
لا تخاف يا تركي، انا ابى احطك مسؤول العلاقات العامه، مسؤول عن الشعر والاحتفالات. ايض الله وجهك. لا يا شيخ، وانا تبي ادزها الاستراحه؟ عفو عليك، انت خوي يا ابوي، انت مسؤول عن السناب والمواكب، ابيك تشتري لي جي كلاس وشاص وجيب لكسس، اوكي؟ ابشر بها. اي يا ابوي، انا ايش مهمتي يا ابو خربوش؟ اقول الله يخلف، بس اسمها ام خرشوم، لا يسمعك عريج ويدور لك. انت مسؤول التغذيه والتعليف، وانت كفته راعي نظر زي ما قلنا لك. انت نصاب، شغلتنا راعي نظر ولا شفنا منك ولا ريال. انا نصاب يا تبابي؟ اي لحظه، لا انتبه انتبه، تغلط على الشيخ عامر، انتبه. انت حرامي، المفروض تعطينا 1000 ريال لانه انا اللي اخترت المفروض. اقول ليتك جبت صامولي. دزها دزها الاستراحه كعابي، ما نحتاجك. يلا هين، الوعد قدامي عامر. اقول انقلع يا الدرثوم، انقلع. كوك 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 كوك. وكذا ما هو بالرجال راعي النظر اللي يشتغل عند عامر؟ ها؟ اي والله انه هو. صفت صفت. مسيت بالخير. مساء الجن والعفاريت. افا وش فيك انت؟ عامر النصاب ما اعطاني حقي وطردني. عامر طردك؟ امشي معنا ومالك اللي يدس بشاربك. انا جعان، ابغى اروح بوفيه اكل كبده. تعال معنا ومالك الا تيس كامل. تيس امانة، هيا هيا. قال فيها العافيه يا ابو الكفاتي. شر والله بالخير. انت من يوم تركت الغليم هذا وعفشه اللي معه عز الله كتبه تلقى خير. ابشر والله بالخير. اقول لك في انا كلاوي اب قدامك الشحم واللحم، تقول لي كلاوي؟ اب دورها منا ولا منا؟ هب ولا تصدق يا اخوي. طبيك الجوع انت، تبى تاكل انقز وكل معي يا اخوي. يا اخوي وجهنا يستاهل. خلاص ارفق ارفق عليه ارفق عليه، هذا ابو الكفاتي هذا. اقول يا ابو الكفاتي اباك تشتغل معي وبعطيك ميزانيه مفتوحه، لكن ها ما باك تنقال الا الشيء الطيب. ابشر بها، ما انا ابن مكفيت. اقول لك ابغى كل يوم تيس كامل. يلا حلو حلو يا ويلي، يضحك يسكينك سكيناك. ابشر ابشر والله فخار. تبي اصدق ولد عمي؟ يبي لك عالم، يبي لك ربع، يبي لك تحالفات. على العموم التوجه للصياد، العش عندي بالمخيم الليله. اقول لك هذا اشقح ولا مغر ولا مجهم؟ انت ما شايف عينك؟ يا ابني ما شاء الله عليك، كانك جاي تدور على الحلال الطيب. ياوا انا الشيخ بن مكفيت راعي النظر، كل اللي فازوا انا اللي نقيت لهم حلالهم. وانت بتشتغل عند مين؟ اشتغل عند ابو قبلان، كلفني اشوف له حلال طيب. وليش تغلب حالك؟ انا راح اريحك واخليك ما تجيب ولا تشارك الا بالشي اللي عليه القيمه. انت راعي نظر؟ لا، انا اللي بخلي راعي النظر عنده نظر، بس انت خليك معي، راح تكون رضيان انت وابو قبلان. نرحب بكل من حضر ونقول ما قصرتوا، بيض الله وجيكم. رحبوا معي بضيوف صالح شباب القصيم. شباب القصيم. وهنا منهم ضيوف ياسر شباب تركي الاول. تركي الاول. ومن هناك هناك منهم هناك ضيوف الشيخ عامر. ضيوف الشيخ عامر شباب حي السري. حي السري. وهناك منهم هناك ضيوف شكش من جدة للرخاء والشدة، حي الهندوية. مرحبا أبو. حي الهندوية. مرحبا أبو. وهذول عاد أصدقائي، أصدقائي حي أم الحمام. شباب أم الحمام. وهناك منهم ما أصدق الشيخ عامر، الشيخ عامر البطل السيف الجبل الحمام. الحمار. الحمام الحمام. واسمح لي يا شيخ عامر اقدم لك شاعر الجزاله، شاعر الادب، شاعر الثقافه، انه شاعر الليل، عزوز الليل. ارهب. ف
ثم ارحب ثم ارحب. جينا نشارك ونبارك لنا المجلدات مجلدات مجلدات. جينا نشارك ونبارك لنا المجلدات. جينا وفروسنا سطر وتشيش. حي الله عامر والقعدان والمفطحات. ولا تنسونا يا اخوان من الاكراميات والبخشيش. انت جاي تشحد هنا؟ جاي اقتات عن طريق الشعل يا عم. اقتات عن طريق شارع المنصور في مكة. طس هناك اغلف. عريج حي عريج حي عريج. حلوة وسلوى والثقة يبقى ثقة في محل الشيخ عامر جلح عامر راعي مجلعدات الجزيرة. معركة بكرة حامل وطيس فيها. بتدخل اشتاد ولا ما انت بداخلة؟ عفو عليك أبدخل اشتاد واللي كفو يقرب. بتاخذ اشتاد؟ عقبني الفنجال إذا ما خذيته. الثقة يبقى ثقة ولا لا يا عيال؟ ولا لا يا عيال؟ ما دام الدراهم موجودة يبطي حد ياخذه وأنا عامر. كفو. ضيع ضيع الرجال ضيع خلص حالي. أسرح أسرح يا أخي. لما بدأت تتعلم السواقة ضيع الرجال. أسرح يا أخي ما تفهم. أسرع يا أخوي. الله انه طاره مو بنت يا رخامه. تعلم شوف الرجاجيل ايش يسوون. الحقه الحقه وقفه. كبس له كبس له كبس له. كفو كفو يا طاره. شفتك يوم تداركت السيارة ولا بغى يعدمك؟ عف عليك بس السواقة لعبتي. أنا يسموني كينج الطارات. تدريس هنا. إلا قل لي أنت وش تشتغل؟ عاطل عاطل وكد على الموتر. طيب إيش رأيك لو تشتغل معي؟ أخص تكد معي وأنت على الموتر ذا؟ إلا أقول يا الطارة السواق اللي عندي يبي له سواق ولا هو بكفو هالموتر. ايش رايك تشتغل عندي سواق؟ سلامات يا ابوي. شايفني جايب فيزة سواق ولا علشان نكاش تحسب الناس لعبة عندك؟ 15,000 ريال والدوام ساعتين في اليوم. تم لو تبي الحين. تكفى يا عامر تكفى. خلي يشغلني انا كمان. انا صاحبك ودايما اسلفك. يا ابن الحلال مو بي واحد يشتغل عنده. الرجال يبي سواق. عامر تكفى يعني اسأله يمكن عنده وظيفة منا ولا منا. قوم يا 15,000 تاخدها في ساعتين اثنين. والله لو انك مدير الطيارة. وش عرفك انت ذا مطلوخ ولا تفرق معه. بس عنده سواق برحة وراعي قبعات علشان كذا غيره. ما يبغى قهوجي ما يبغى قهوجي. اقول دزها بس. اقول هالمطلوخ ذا وش من لحية؟ لحية غانمة دام بيعطيني 15,000. ابيكم تمشون مع ذا الهايوي. تمشون ما أبغى ولا إشارة تمسكوا. إذا جاكم المسجد خذني بقايا جروح أرجوك داويني لا تروح خذني بقايا جروح أرجوك داويني لا تروح. هذا 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 الطار. افتح له افتح له لا يفضحنا ذا. شل شل
هذا كبرك وما تعرف تسوق. ادخل ادخل بس ادخل. طيب أجيب الملف. هذا ملفي في شهاداتي وخبراتي وبرنت من المرور اني ما قبعت الا قبل 5 سنوات ولا انا بغلطان. ما نبي ملفك، الطارات نعرفهم من وجيههم. كافو والله، هذا اللي عجبني بالمطانيخ، سمحين والامور عندهم سهلات، مو مثل الشركات معقدين بتداوم. اليوم اليوم الساعة 12 في الليل تكون عندي هنا. سلامات يا ابوي، خفافيش. عجبتني خفافيش. لا احنا فنانين طرب. جوي اتحداك يا الطرب. بالله تعرف خالد عبد الرحمن ودي اصور معه. خذني بقايا جروح ارجوك داويني. لا تروح الروح. يا اخوي اسرع اسرع، وش ذا الممشى ذا؟ يا ابوي ما بالعده اللي معكم تتكسر. اي عده؟ العود والمرواس وهذاك اللي كذا، ما ابي حفلتكم تخرب. يا اخوي ما هو بشغلك، ما هو بشغلك، اسرع وبس. خلاص اوكي اوكي. يفتحون على وجيههم، حاطين العشاء الساعة 4 الفجر. لو اني مو بأم العريس كان طلعت. لا وجايبين مطرب ومدخلين علينا. هلا والله بالعائلة البطلة. ددير بد ددير بد ربد دربد. مساء الخير لأحلى أب وأم وأخت بالدنيا. عجيب والله. حي الله العريس. نوف قومي ضبطي لي فطور انا والمدام ولوسي. لوسي؟ هي لوسي قطوه المدام. وانت سوي ستريما ولا لوسي؟ اقول قومي جهزي الفطور ولا يكثر. قومي يا نوف، قومي جهزي لهم الفطور. ليه والله؟ وانا شغاله عندهم. اي شغاله الزبده، ابرسل لك اللي تحبه لوسي على الفطور، تجيبينه تحطينه عند الباب وتطقين وتنقلعين، اوكي؟ يلا بعد اذنكم اروح للمدام. الله يستر يا ابو عامر، لا تسوق اهل ما راح سوق. هايل ولدي ذيب، ما اقدر عليه حنا، تقدر عليه بنت الناس. كيف تجربتك بالزواج يا عامر؟ الزواج استقرار وراحه نفسيه. بعدين وراكم متجمعين علي كذا، اول مره تشوفون واحد متزوج. واه يا عامر والله صاير متنان ومستصيع. ايه هذه سلبيات الزواج، ادخل بنادي وادعمي والحق على عمرك. ايه انت وياه لا تسوقونها على عامر، ترى ما له كم يوم متزوج. ايه هي دحين تاكلك بيدها؟ لا تاكل لوسي وانا اكل بيدي، ليش ما عندي يد؟ انا اللي ابغاه من الزواج اني اتزوج واحده تاكلني بيدها. واضح انك فاقد حنان وفاقد امل بالحياه. الله يحيي جاراتي. الله يحييكي، جينا نبارك لك كده على زواج عامر، ما شاء الله الله يتمم له على خير ويسعدهم ويوفقهم. عقبال شكو شكفته يا رب. إلا يا أختي فيها زوجة عامر، ليش نشوفها ونسلم عليها ونبارك لها. جاية جاية، كلمتها وشوية وتنزل. أم شكش تخاف من البسة، شيل البسة يا بنتي شيل البسة. حبيبتي خذيها لفوق ورجعي سلمي على الحريم. لا بروح أنا ولوسي ولا برجع، اللي ما يبي لوسي أنا ما بيه. طويلة لسانة مصبياتي. جلسي أختي جلسي جلسي. وتقول ابعد القطو، كأن لوسي ما عندها اسم. من زين أم شكش ولدها علشان تخاف من قطو. قطو؟ قطو قطو اسمه لوسي. لوسي أموت فيك لوسي. وزوجتي من ملزومة تجي تسلم على ناس ما تعرفهم. بس دول الجيران جايين يسلمون عليها. وهي ما تبيهم ولا تبي سلامهم، دام هم يبون لوسي. لوسي خط أحمر. لوسي لوسي.
ليه تاخذها غرفتك؟ لا تنفخين، هي اللي جت عندي. كذاب. إذا كان زوجك ما تبي تاكل معنا تاكل معنا أنت. لا أروح أكل معها، ما أشتهي وهي ما بجنبي. عجيب والله. سليمان تعال، العشاء جاهز. وش فيك انت بعد؟ كتمه وكحه من بعد ما شلت القط والمخيس ذا. من الدبشه زوجة ولدك، نغسلها ملابسها ونطبخ لها ونوكلها هي وقطوتها، واخر شيء تسبب في مرضكم. بس تدرين شلون؟ انا اعرف شلون اتصرف معها. خلاص يا نوف، ما نبي مشاكل، خليهم براحتهم. على الولد سارق قطوتي وتسألني وش فيه؟ ها والله ما سرقنا ولا شيء. شوف عيني، نوف بنت ابو عامر هي اللي رمت القطوة عند الباب، وتظلمين اننا سارقين. ضفي قطوتك، يلا 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 قم قم، يلا ضفي قطوتك. حول ولا قوة الا بالله. طيب متى اخر مرة شفتوها؟ نطلت لوسي في الشارع يا حقيرة. ليه؟ عامر سكت مرتك. ام عاد أنت رميت القطو بالشارع؟ إي أنا رامي القطو بالشارع، من يوم ما دخل بيتنا ما دانا للأمراض والمشاكل، وأنت ساكت وهي تتمادى. هدوا هدوا، هدي يا نوف، وراس شدتها. أنت وهالك المرضى العقليين شايفين أنفسكم على إيش؟ عائلة مريضة، من أكبركم لأصغركم. شفت؟ شفت ايش تقول وأنت ساكت؟ بعدين احمدي ربك إن أخوي قبل فيك. من زين يا بطاقية. أنا بطاقية؟ أنا بطاقية؟ أنت ولوسي طالقين طالقين طالقين. هلا والله، عاد حداك البيت البطل. أم عاد دوار ببيتكم. إيه دوار، وش عندك أنت انهبلت؟ لا لا لا، بس أول مرة أشوف دوار ببيت. تصدقين بديت أحسد القطو على كل شيء. أنت دمك خفيف يا عامر، شكرا لك، تعبتك معي اليوم. أنت ما تعرف قدر لوسي عندي، لوسي عندي بالدنيا كلها. حتى أنا حبيتها، لوسي ترحب من أول نظرة. وبشري بعزس أي شيء تبينه تحت أمرس وتحت أمر لوسي. رقمي معس. مع السلامة. مع السلامة. أقول لك البنت في الكامل، عشان كذا ناديتك بك تضبطني. شربها يا عامر، عطني سنابها ومالك إلا اللي يرضيك. لا يا شيخ، تبي تسرقها يا هطف، أنا أبي شورك بس. غريبة يا عامر، مين من عوايدك؟ تحسبني زيك يا ورع؟ أنا بتزوجها. أخس يا عامر، تلعب على الثقيل أنت.
ايه لا تطقطق، الحين الزبده باخذ رايك. اهديها ورده. ورده يقد بك يا ابن الحلال. اسمع، البنات ما ينفع معهم الا الجوالات، جيب لها جوال. ام عاد جوال يا ابوي، هذه ما هي بكاش، اللي بعده جوال ما يمشي معها. اجل اسمع، مالك الا تجيب لها شيء تحبه حتى لو مو بغالي، اهم شيء يعجبها. جبتها، بكره هديتها تحضر عندها. أهلاً عامر. هلا بالزود، أنت بالبيت؟ إيه، ليه؟ أبد، أنا عند باب بيتكم وبيس الموضوع. أوكي تفضل أدخل، أنا نازلة. مرحبا فيك أخوي عامر. هلا بالزود، تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. الله يكثر سواريفك. تفضل تفضل. طب غمضي يونس. ليش؟ أمانة غمضي يونس. جايب لك قطاوة هدية لوسي علشان ما تطقها النفسية. وش ذا؟ طلعهم من البيت. سلامات، ثلاث ساعات وأنا أدورهم بالشوارع ولا حقهم من سيارة لسيارة، بالأخير تقولين كذا هذا جزاتي. تبي تخرب قطوتي؟ جايب قطاوة الشوارع عندي، حتى لوسي خاف. وش ذا الشخص أنا؟ كلها قطاوة يعني، علشان ذي من نسيم النظيم حقتكم من حطين. أقول لك طردتني أنا والقطاوة اللي معي. لأنك غبي. إيه لا تغلط، لا أفصل عليك الحين، تراني حساس اليومين ذي. وش تبين أقول لك؟ بنت فل كامل وكيوت ودراهم. إيه شايفها أنت؟ لا أنت قلت لي. أنا قلت لك البنت فل كامل، ما قلت لك كيوت. الزبدة عندك حل الحين؟ الحل لازم تصلح غلطتك. صلح غلطتي؟ شلون؟ لا تقول لي هدية، ترى ذي برج المملكة ما يملى عينها. لا العينات هذه أعرف كيف أخليك تجيب راسها. كيف؟ أرسل لها أغنية فيها عتب. والله أنك جبتها، أبوك التعزيز البطل. عندي الأغنية. ها بشر، وش ارسلت لها؟ خلصت من جملة الخلان، أحسن لي أعيش وحداني، بشير أحمد شنان. صاحي أنت وجهك صاحي، نأخذ الزمزمية وأدمجك فيها. الأغنية دي رسلها لصالح، رسلها لتركي، مو هو البنت أنت وجهك. يلا انتظر بلوك، انتظر وش تناظر. أرسلت. عامر أنت مرتبط؟ أتحداك. وش قلت لك يا البلوك؟ البنت حبتني يا ولد، حبتني. وش تنتظر؟ قل لها ماني مرتبط. اسمع وخش في عينها وقل لها ابيك. ام عاد ما انتظرتني اجاوب، ارسلت. اذا ما انت مرتبط ابيك تجيني بكره وتقابل ابوي. وش اسوي الحين؟ وش اسوي؟ اثقل ولا اروح لها ولا ارسل لها؟ وش اسوي؟ علمني. تكفى، قل لها موافق. اخلص. ابشر ما هو موافق الا قدام. تعال والله لوسي يا وحشني يا شيخ، صدقين طول الطريق وانا افكر فيه ومشغل اغاني عبد المجيد. شخبارس شعلومس، عسى ما استنكرتي بس بعد التطعيمه. اقول شلونس انت؟ طيبه شلون الوالد؟ عسى طيب. هذا بابي. بابي ايش تقصدي؟ ما درسناها هذي، يعني اقرب لس. بابي يعني ابوي. ها بوس، ما شاء الله. انا كنت احسبه بريكنج باد،
اتحداك الكشخ البطله طق النظارات والقفل والحركات والكاظ والمركات. هلا والله، شو اخبارك يا عم؟ عساك طيب، عساك مرتاح. الله يحييك. عموما تفضل تفضل، الله يهديك تفضل. يا ميري، ميري، ميري. ايوه سلامات لي ساعة ناديس، ما تسمعين؟ انا في مطبس وين مرقوق قدع. ام عاد مرقوق اجل ابد، فليها خذي راحتك، هذا غسيل وكوي ابيها بكره. اوكي كفو. هلا والله، اخلط اخلطهم. كفو يا رونا، لي اسبوع العب ضد ذا الفريق ولا فزت عليه، والاخير انت تجين تفوزين عليه. الا تخدمتنا بدل ميري والله، بس والله ميري عليها طبخ المخ. بس 10 دقيقة ماما. شمو شمو. وش ذا؟ مهبولة انت، شو مسوية؟ ايش في؟ اوف اوف اوف، لا حد ياكل، الاكل مليان ملح. انت وش مسوية؟ ما اسوي شيء. انقلعي انقلعي. الشغالة هذه بدها تمشي على ورا، كل ابطالها مسالبة، تبي تسفير؟ احس انها تتعمد الحركات دي، واضحة معروفة. رونا أطلق منها، ورونا تلعب سوني. أم عاد تلعب سوني؟ ما أدري وش جاها، دايم تتعذر برونا والمشكلة في رونا. ورونا ما لها دخل، والمشكلة في ميري، شكلها تبغانا نسبرها. الله، تناعس الصاعة، تقصلين، تطبخين، تنظفين، وش هالشغل ذا؟ ويقول أنا ما في كويس؟ أنت السبب، أعطيهم وجه، كم يعطونا سرودة؟ 1500 ريال. بس؟ 1500؟ أنا رد ب2000 وشوي نص خلش. 2000 ريال؟ أي 2000، ما أطبخ ولا غسيل، بس أنظف، وفي ليل أدخل على التيك توك أطلع فلوس أكثر. كيف أدخل تيك توك؟ كفتة ضحكنا معك؟ كفتة أي شيء سامج يضحك منه. مرة شفت كفتة يتابع فيلم رعب مرة يخوف وهو ما يضحك، وأنا نفس الفيلم ذا شفته يا أبوك يومين ما نمت. أنا جالسة أشوف تنتين في التيك توك يقول له دعامر، والله ضحكوني مرة. تستهبل، أم عادي قلدوني. ما أنت مصدق أنت وهو؟ هيا هيا تعالوا هيا. هل سامع الكفو تسوى ملايين؟ ورني. ولا السلايب ما منهم رجال، واللي مخاوى شرواهم مسكين. أوف أوف أوف، أوريني سميري ماخذ ثيابي. يعني ليش معامل خرج كذا؟ يمكن هذا اللي ثبت اسمها ميري اخته وزعل عشان اخذت ثيابه. نصف على شحم تكفى. ما عليك زور. ملايين ولا السلايب
لي مخاوى شرواهم مسكين أنا أشهد إنهم عاشوا في شقاع نزل مع الكفو نسوى ملايين ولا الزلايب ما منهم رجال ولا الزلايب ما عجيب والله أعلموا درجي مي. هلا ياسر، كيفك الحين؟ لا الحمد لله بخير. طيب ايش فيك تبكين؟ اخوي المعقد ضربني، يقول انه دخل السجن بسببي. ليتك ما تنازلت عنه يا ياسر، الله ياخذه. لا مي، ما يصلح تقولين عن اخوك كذا، وبيني وبينك ما تدخلين على البنات وانت تصيحين. اسمعي تعالي معي ابيك الموضوع. يا ليتها جت على التنمر وبس، يضربني يا ياسر، يضربني المريض ويعنفني بقوس وكفوف. ايوه فيك شيء؟ لا 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 ما في شيء. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فيك شيء يا اخوي؟ فيك شيء؟ لا لا ما في شيء. ليه وش السالفة؟ كل بالعافية، وانتبه لنفسك أخوي. ها الحمد لله. وش خير؟ وش فيك؟ خوفتني. لا لا ما في شيء، بس ذاك الرجال مساكين شكل عنده صرع، ورحت أشوف وش فيه. حنون وإنساني. توك ما شفتي شيء؟ بصراحة يا مي أنا جبتك الكافي هنا عشان موضوع صغير. مي أنا معجب فيك من زمان، وحابة تزوجك وفكك من نواف وغثاه، وخليك تعيشين حياة ما عمرك عشتيها، وخليك حرة وطليقة ومستقلة. ها وش قلتي؟ بصراحة أنا مبسوطة أني لقيت الشخص اللي يفهمني ويخليني على راحتي. مثل الرجال ياخذ راحته ويطلع ويروح ويجي، البنت لها حقها تطلع وتروح وتجي على كيفها. بس بسألك سؤال، عندك علاقات قبل ولا قد تعرفت على بنات؟ أنا؟ ما عمري كلمت بنت ولا حبيت إلا أنت. الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترد عليك، وأنا جنبك راضية ومرتاحة لكل ما فيك. سبت أنا كل الدنيا عشانك، وهشاركك حضنك ومكانك، وبقول لك يا حبيبي حياتي. بنات مي انخطبت. تستهبلين؟ شوف سنابها وريني. اوف اي والله غريبة، ما علمتنا. جراني عنها مسوية يعني اني خايفة ننضلها هي وراسها. سلامتها. وراء وما قالنا هالجحود. صح عليك، وراء وما قالنا. هدوا هدوا يا عيال لا تشدونها، انا عارف ياسر أكيد الموضوع جاء سريع سريع عشان كذا ما علمنا. صح عليك يا عامر، ياسر ما يغب علينا شيء. حبيبي الكلام ده غير صحيح، لو فعلا ياسر يعدنا أصحابه وأخوانه أول ناس ندري إنه بيتزوج، ولا المفروض استشيرنا بيتزوج مين. استشيرك أنت؟ أنت أبوه؟ لا. أخوه؟ لا. عمه؟ لا. خاله؟ لا. أخته؟ لا. أجل ضف وجهك. صح عليك يا عامر، ضف وجهك. القم بيبي. عادي أروح الاستراحة اليوم؟ عادي يا قلبي، سوي اللي تبينه، أنت تامرين أمر. ما تدري قديش يا عمري البنات ميتين ويعرفون من خطبني. طيب يا مي أنا أبي أعرف شيء واحد، ليش ما قلتي لهم للحين؟ في كم واحدة من البنات حسودة وما أبي أقول لهم لين نتزوج، وأنت بعد قول بنت عمي بنت خالي، خل نسوي لهم سبرايز. خلاص أبشري، تامرين أمر يا قلبي. بنت خالتي. مبروك يا السور، والله سويتها. طب ليلك عليك، منك المال ومننا العيال. زي ما زينت ما شاء الله. كيف تشوف تجربتك في الزواج، فاشله ولا ناجحه؟ ما بعد عرست يا درج، زواجي الاسبوع الجاي، بس المعذره منكم يا شباب، ترى الزواج راح يكون عائلي. واحلى احتفاليه الاحلى ما هي بالدنيا بمناسبه خطوبتها، فرحت لك من كل قلبي يا امي. كيوت. ألف مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا قلبي.
مرة مبسوطة لك، ألف مبروك. الله يبارك فيكم بنات، عقبالكم. مبروك 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 يا قلبي. لا الازعاج، البنات من يوم ما جو جنبنا بالاستراحه والوضع قروشه وازعاج. يا ابويا خليهم، سيبهم ينبسطوا ويستمتعوا. يعني تلاقي ميه قموره قاعده ترقص وسطهم. هلا انا عيال السطوح نكحين. عيب عليك يا اخي، استحلى وجهك. تبي احد يطلطل على محارمك؟ لا يا شيخ، نسينا ما كلينا، نسينا الاير دروب، نسينا يوم تتنصت على الجدران، نسينا يوم ترجم الكوره عندهم. هذا اول. لا يا شيخ ما علي، الحين واحد منكم يقولهم يقصرون الصوت ولا ترى بفلم بهم. انا مستعد والان كمان. لا انا بروح. هذا ياسر، اي موضوع يخص البنات يتصدر للموضوع. الواد ده حسودي. بنات صورينا كلنا. هلا قلبي، كيفك؟ بس إذا ما عليك أمر بس تقصري على صوت الأغاني شوي بس. معلش بيبي ما أقدر، البنات محتفين عشان خطوبتي. لب قلبك خلص. يلا باي. ها سويت؟ كلمت مي قلت لها قصروا على صوت الأغاني أزعجتونا، قالت بس هالأغنية بيوقفون كل شيء. عشو أبوك البجاحة. أيوة طف الاغاني. خلاص الحين بقول للبنات يقصرون الصوت. اقول طف الاغاني، فاهمه؟ خلاص يا قلق. ياهو ياهو، وحش يا عامر بالله. كلمت مين منهم؟ مي نفسها، بس الهيبه تفرق. يا حليلها مي، تعرف تسمع اليمين وتدي ركبه اليمين. ايوه تذكرة الحفلة مرة غالية، وبصراحة ما يمديني عليها. والله كلنا ما يمديني عليها، بس أنا عندي الحل. طيب وش فيها لو حضرت الحفلة؟ يا خدي ما تفهمين، أقول لك حفلة ما في، انسي الموضوع هذا، شيليه من راسك. أنا أخليك تروحين حفلة؟ ما راح أخليك تروحين حفلة لو على جثتي. بس أنا أحب عبد المجيد. نعم؟ أحب أغانيه مو هو شخصياً. يا شو؟ الله يخليك، خلنا احضرها مع صديقاتي. انت ما تفهمين، حفلة ما فيه، انسي الموضوع. مدرسة بنات دي أحبك. خلنس متحمسة زيادة يا أختي. مو شغلك. مو شغلك. في عز ما كنت أهوجس فيك أكواك رجلي لبابك جيتك وأنا مذكرني بس أذكرني كده. يلا كيف اسمك اهول اسمك وفحلك ابوك انا لك وشيك جيتك وانا مذكر اني انت رايح لك بس اذكر اني كده.
الله اسمعني. اسمعك. لا ما اقصد كنا، الاغنيه اسمها اسمعني. الا انت من جمهور مجيد؟ لا لا انا من جمهور الشباب. الشباب هذه الاغنيه هذه احبها مره. تدري انها من الحان المبدع سهم؟ سهم ياسر القحطاني. كنت اتمنى انه يلعب في نادي الشباب. وابغى اقول اني احبك وانت لسه اللي عشقتها. قبل لا دمعي غير وجهك ليبك. هاي امر شخبارك؟ انا ما يجهركم في استراحه 4 وبيك تصور الحفله بسنابي بليز. لا يا شيخه، دافع تذكره ب 500 ريال تبين اصور الاسم؟ اقول دزي امها. مين اللي دز امها؟ ها؟ مين اللي دز امها؟ لا انا ما اقصد وحده بالسناب من بلمس. ايه اشوى. اكفوش عامر، انت بتتحرش بالفتيات حتى لو كان لفظيا، ترى بعدين كلبوش تم القبض. اقول دز امها انت وياها، مسوي فيها يعني؟ انا ما هم. بحول لك 500 ريال بس تكفى تكفى صور لي ونزل سنابات قصتي وفي الخريطة وحط سنابي. اتحداك ال 500 ريال، يعني الحين التذكرة طلعت بلوشي. اموت فيك يا مجيد. هلا والله بجارتنا مي، ابشري بعزس ما طلبتي شيء. مالس الا ترسلين لي اليوزر ولس احلى حفلة. اسوي لس فيديو كليب اذا بغيتي. بنات بنات تخيلوا مي حاضر الحفله. ايش؟ لا 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 مستحيل مستحيل. اي والله هذا حسابها، تعالي شوفي. هي ولا مو هي؟ قايلت لكم من قبل البنت هذه حقوده وحسوده ومصلحجيه بعد، ما صدقتوني. وريني وريني. حظها. بنات خلونا نشغل التلفزيون يمكن تطلع بين الجمهور، شكل معاها جوهره. عبد المجيد احبك. وانا بعرف. وزعلي معي صادق. يا بعد قلت لهم الف مره لا لا لا. يا مجيد نبي قديم الف مره مليون مره غناها. يا ليل جمهور 2016. اقول اسمعي ترى انا مجيديه اكثر منك ومجيد ضايفني في تويتر بعد. يا بزر انا اسمع المجيد من قبل ما تولدين. انا بزر؟ انت ادوش كالك كيف تمد يدك على البنت؟ كيف تمد؟ كيف تمد يدك اصلا؟ كيف تمد يدك علي؟ اذا اهلك ما ربوك انا اربيك، تفهم ولا لا؟ من يدخل القلب بعد خير ان شاء الله. عليك قله ادب. تعال تعال شكرا. تعال بعد كل قوه عين وبجاح يمد يده بعد. شوق لو اجلس اجلس ضغطي وعقالي ماني مرجعته. اعوذ بالله. يلا انقلع. حماس تقولين ما انت مرجعته؟ مو شغله. اوكي نصور بعد. لا 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 ركزي في الحفله يا روحي يا مجيد. مشاهدينا هلا والله، اتحداك التشكيل البطله اهم شيء، ولا لاعب من اللي بالي بالك يلعب اليوم. حسان من الشباب وفراس من الفتح والباقي من الزعيم العالمي. يا ابوي اهم شيء اصمل على كلامك الطاقيه، مو بذا لزخنا خمسه سته تقول ما لي دخل. وربي قهر ليه ما لعب العبود؟ نبغى واحد من الانتي في التشكيله. مه مشكله، المالكي من راح مع الهلال ما لعب ولا مباراه، تقدر تعتبره للحين مع الاتحاد. حراس انكم جارات انتم، كملوا يا عيال فضولكم كملوا. اصلا هذه المباراه تمرين بالنسبه لنا. ما لكم تشبحوا؟ افطروا هيا افطروا. طيب طيب هلا والله، مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وش تبي انت؟ هلا عامر، بدأت المباراة ولا باقي؟ هلا والله وحيد، من ذولا؟ هذول اخوياي الونيس ومشاعل، توي تفرجون المباراة عندي لكن للأسف ما عندي اشتراك، قلت مالي لاستراحة العيال. سلامات، تبي تسوق علي انت؟ المباراة منقولة بالمفتوح، رشفها ببيتكم. يا ابن الحلال تعال يا عامر، خلاص وصلنا، بعدين نبي تشجيع ونبي حماس، يلا يا عيال.
مثل هذه الأيام عشقنا كرة القدم. جيل 94 وصلوا دور 16، العبران وسام الجابر والدعية مخلدين في الذاكرة إلى الآن. جيل سالم وسلمان والعويس يستحقون الوصول والفرح يا عامر. أكثر من مليار شخص ينتظرون هذه القمة. مثل إيطالي يقول كوراي معناها تحلى بالشجاعة. كوراي لشخصيتكم، كوراي ل 40 مليون خلفكم. المباراة هذه لو فعلتوها في لوسيل 86 ألف متفرج حتبقى عالقة في الأذهان 20 سنة مقبلة. اليوناني يورو 2004، كوريا 2002، بورتو ويفا تشامبيونز ليج 2004، ما حد توقع هذه الأمور. البرتغال يورو 2016 صعبة بس ما هي مستحيلة. لجل هذه الأيام عشقنا كرة القدم. عامر احتاج قلبك، تصفيدك، صوتك العالي. اليوم كلنا وقود للأخضر السعودي. فاموس 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 عامر، فاموس عامر. الصعوبات وجدت لكي نتجاوزها. فاموس 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 فاموس. يا اخي لك 8 سنين وانت ناشب لي هنا يا اخي. مباراه الهلال واوراوا، مباراه الهلال وسيدني يا اخي. لي 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 ليش مستقعد لي يا ابن الحلال؟ ولا علشان هلالي وانت نصراوي؟ اليوم مباراه المنتخب تكفى باستئذان، مو عشاني، عشان الوطن. النظام يقول الساعه 2 ينتهي الدوام، ولا تبيني اخالف النظام؟ لا تخالف النظام يا ابن الحلال، بس الساعه 2 بيفوتني الشوط الاول ونص الشوط الثاني. منك دقيقه بس. هلا والله، حلو حلو، اجازه رسميه من الحكومه. شف شف، ما قاعد افتن عليه. شف بلا، عشان نيتك سودا. لو انك سامح لي قبلها بدقيقه كان كسبتها جميله عن طيب نفس. بكل ادب بكل احترام، السلام عليكم. اهب يا وجهه. تنطلق المباراه اذا الى حمله الحين. ها وش السوات الحين؟ لو كل واحد من عيال الحاره طق الباب وفتحنا له، عز الله بنقعد برا بنخلي الخيمه لهم. ان شاء الله ما حد يجي. يا رب، انطلقت قمه المتعه والاثاره بين التانكو والصقور. سلامات يا ابوي. عندي موهبه التعليق. عندك موهبه التعليق؟ حتى انا عندي موهبه التعليق. التعليق فوق الخيمه، اخليك تشوف المباراه بالمقلوب. تسكت يا ورع ولا سكتك؟ سمسم. اسكت، لا تضحك، لا تضحك. هذا لا يحدث كل يوم. تبي تشوف المباراة معه أنت؟ وين؟ بالمقلوب فوق. لا 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 لا. عامر، هذا صديق أنا سوا وأشوف مباراة وما بتلبسه. هبلش. باكستاني سوا سوا سعودية، إن شاء الله كله فوز. إن شاء الله تفوز. كله فوز. حياكم الله يا صديق. تعال 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 أنت وخياك. هذه كيكة المنتخب وصلت. كفو كفو بنيتي. هايبة، وش توقعاتك المباراة؟ الأرجنتين فريق صعب بالحيل، بس عيالنا إلى لعبة وروح وقتالية، النتيجة عند رب العالمين. السلام عليكم. هبدت المباراة توها ما لها دقايق. تعال سليمان، تعال جنبي أقطع لك من الكيكة. لا لا يما، خليها بعد المباراة. يحيى العد، يحيى العد، يحيى العد. احسن احسن احسن، مقهرون مقهرون. والله ما فيها شيء يا حكم، وش تظلم؟ اه يا الجلد ندور، اه يا سيناريوهاتك المتقلبه، ضربه موجعه. هذا حكم ما في سيده. على اساس دحين الارجنتين محتاجين البلجيكي عشان يسجلوا. يا مويه واضحه، يجاوب له ميسي. يا عيال، اللي عنده رابط بث المباراة يرسل لي على الواتس. ايش اخفكنا انت؟ فاضي لك حنا. شوف ذا وين جالس. تعال كذا. يلا شوف. كفو كفو يا الاسطورة. هذا الاول والباقي بعدين. والباقي بعدين. والباقي بعدين. ايه؟ مجنون انت؟ انت ما في مسلم؟ ما هو؟ انا مسلم غصبا عنك. ايه ايه، سلامات. لا تشخصنا أنت بعد، تراها كورة لا تشدها. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات سلامات، أنت وياه؟ هذه استراحتنا ولا توقيف النصرية؟ أقول ترانا قاطين في الاستراحة علشان ناخذ راحتنا. على جيتك سجلوا علينا هدف يا وجه النحس. بسم الله عليك، بسم الله عليك يا وجه الخير. أقول ترى أنت قابل وجهك أساساً يغث. أروح أشوفه في رابط أحسن لي. وين عالي؟
ها انقلع ترى قاط اسف يا اخوي ابوك البجاحه ريان عزوز حاضر المباراه اي والله هذا هو يقول بيروح مكه كذاب يمينك اقول خلنا نمشي بس وش هالرحله لا لا بالعكس حبيبتي رحله حلوه واجمل شيء وجود مثل الرحله اي ها شو ده كله ماشي ماشي ما في فله الا في فله وطرب ودي جي قاريها بالجدول انا لاحقين على الطرب خلونا نكمل فعاليات الهايكينج أحب أقول لكم وصلنا لنهاية رحلتنا اليوم أوف وأخيراً أجل وين الباص يودينا المحطة عند سياراتنا هلا والله أجلنا شبهة ومتدايل وما تبون يطلع معكم مبانا اللي قلت وبطاقية ولا كلمة يا أخي دخلتك مرة مرعبة يا أخي أهدى يا أخي على شحم أنت الثاني ما عليك زو ومسوي زحمة والشارع فاضي وجايب هالجحلط معك تبي تسوي أكشن على بالك أنا المفلم جايب رشاشات لعبة يا ورع أنا مطلق شلش سدساتي لعبة عامر 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 خل خوينا يرحمه اقول عض على شحمه خليك مكانك يا عامر روق يرحم امك ذا شكله جريه خلوه ينقذه اقول اهدى اهدى ذا فيك كله حتى شعره فيك والمسدس فيك تونا منقذين البيئه تبينا ننقذ ذا خل نشوف الهطف ذا وش بيسوي مات! قفت مات! ايش الهرجة؟ ايش الهرجة يا ابويا؟ ايش سويت انت؟ كله منك انت كله منك! للحين تشوفه مسدس لعبة؟ لا لا اشوفه بازوكا بس خلاص وانا اخوك استر علينا استر علينا انا مريض انا مريض راجع المستشفيات ومعي ورقة تثبت ذلك وخلاص تكبر والله يا اخي خلاص يا اخي خلاص لا تصير بلا انا وعد اجيك باي مكان تبي اتحدد الموقع واجيك ما انت متحرك من هنا لحد ما ترشح لي واحد من هالزيون يصير هو الضحية ولا بتصير انت الضحية لاني ابيك من اول لا 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 الترشيح لعبتي اصلا انا كنت نصراوي اول ارشح لك النكبة نورة وين راحت النكبة؟ انحاشت وتركتنا بنت سحبت علينا انت معاهم؟ هم اللي معي منيرة؟ انت؟ الناس ما حد لامس بس وش السالفة؟ أنا كنت عارفة إنه هذا اليوم راح يجي هي تغار مني وتكرهني
وتحس اني انا احسن منها. من هذي؟ بنت عمي ماي. هذه ردة فعلي لكم يا البنات. اجل تتفقون مع الشباب تخلوني ادخل استراحتهم، وانت يا بطاقية تستقبلني بالساطور؟ انا مريض وعندي مشاكل، اسمح وانا اخوص. وانت يا راشد حبيب القلب، تردمك لسه محفور في ذاكرتي. اجل مسوي فيها تحبني وتروح تتزوج واحدة ثانية؟ انا الحين رجعت لك المقلب دبل. رجعت المقلب دبل، واو. ومصور بعد عشان اقعد اتفرج عليك كل يوم واضحك عليكم. خلصت المقلب. يا ابوي انت موت. افا انت ما حمي كفته؟ ياوا كفته هو اللي ارسل لي رقم ياسر وارسلنا له العرض، والخروف اول ما درى ان الرحله فيها شباب وبنات جابكم على وجيهكم، اما البنات جبتهم بطريقتي واعطتني فلوس كمان. يا الخاين. كم ادوك يا رمه وبعتنا؟ 150 ريال. هيكون هي ال 150 اللي دفعتها في الرحله؟ رخيص انت. ايوه اللي اعطيتها ياسر عشان اسجل فيها الرحله. يعني لعبت عليك ودفعت قيمه الرحله؟ حمار انت حمار. فكر يا شخله. باقي واحد، وين ما جبتوه؟ صدناه كاشت جبه.